انا سليهان تركيا كندير هذا الفيديو من سويسرا. هذا الفيديو بغيت ندير وبغيت نطلب سيدنا الملك محمد السادس العفو ملكيه الدنيا باطمه. الله يخليكم تبارك حتى هما تيطلبوا العفو لدنيا باطمه. الدنيا باطمه خويا ما عطاش من دارت لهاد الناس كلهم كاع. بارطاجيو هاد الفيديو كلهم تيقول لك كلنا دنيا باطمه، كلنا دنيا باطمه. اللي ما بغاش بارطاجي، اللي كيبغي الدنيا باطمه يدير الفيديو باش نطلبوا سيدنا الملك محمد السادس العفو ملكيه الفنانه دنيا باطمه. خليوها كاع الفنانه، نقولوا الام ديال جوج بنات. الله يخليكم اللي عزيز عليه الدنيا باطمه وكلنا الدنيا باطمه، نطلبوا سيدنا الملك محمد السادس العفو ملكي. الله يخليكم، يا بارطاجيو هذا الفيديو يا ديروا. هادي واقيلا باينه مجوجه شي مغربي، داك الشيء علاش كتهضر بالدارجه مطلوقه. الفيديو للسيده دنيا باطمه باش نخرجوا السيده من الحبس على وجدك جوج البنات. الله يخليكم، بارطاجيو سليها من سويسرا. انا كلنا دنيا باطمه، كلنا دنيا باطمه، كنبغيوك بزاف بزاف اصلا ديالي تركيا، وكنموت عليك اختي دنيا باطمه. الله يصبرك. تبرعيش صافي، الله يتبرعيش بالله. هذا هو اللي سميتو العشق المعفون، هو هذا. لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر، وهذا الشيء ما كنتمناوش. الى دنيا دخلات عرفتي اش غطرى؟ غطرى واحد الهجمه ما عمره شهدها المغرب، هجمه اعلاميه ومن الناس الشعب غيعودوا واقفين عليهم قدام باب الحبس. عرفتوا اش طرف واحد خينه تيقولوا لي بابلو هذا رئيس دي في المكسيك ديال هذاك الشير بلا ما نذكرو، حيت هاد السيد قبطوا ليه ولده. ناضوا سيدي صحابو عرفتي اش داروا؟ شدو مشاو حرقوا الحبس وخرجوا السيد. راه غير بغاو هاد الشيء، وقسما بالله لا قعدت حتى دنيا شدت في الحبس. راه هاد الشيء اللي غيطرق له على كلامي. راه الله واش كاينه السيبه؟ بغيتي نفهم دابا واش كاينه السيبه في البلاد ولا شنو؟ ما فهمتش. ودابا بعدا لما عباد الله راه ما تيعرفش بانه كيشري الحبس هكاك بيديه. دابا هاد الهضره اللي كتقول راه خطيره صاحبي، راه خطيره اللي كتقولها تخيتي هادي. هادي راه تقلب على الحبس، والله العظيم اللي كتقلب على الحبس قسما بالله. اللهم يمشي خلاهم ولا الامور سلاسه، وهذيك الهرنوطيه تمشي شويه تشد سلاسه، وهذيك الهرنوطيه تمشي شويه تشد حيلها وتبو. عرفتوا شنو غيوقع في المغرب الى لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر، وهذا الشيء ما كنتمناوش. الى دنيا دخلات عرفتي اش غطرى؟ غطرى واحد الهجمه ما عمره شهدها المغرب. سيري تكمشي تصنت، واش كاينه السيبه ولا كتقلبي على الحبس انت؟ كيبان لي انا الله يلا غط حكا لينا هاد شيماء هادي، واقيلا هادي تقلاتها من هادي. انت تخيلتي هادي راه كضحك عادي، راه غير دابا ملي كضحك هاديك الضحكة لقات عباد الله عجباتهم وصافي استمرت في هداك العبال ديالها هكا. أم من طبق أتاني بهذه الإقامة، تم إلقاء القبض على مغنية الكباريات دنيا باطمة. هاد شوف تي في اخويا مازال ما برش ليها الكلب، مشات قلبت حتى على الدار فين شدو دنيا باطمة. لا كتدخل ولا كتخرج، ونهار الشرطة عرفاتها فين كاينة رجعوا وما حلاتش ليهم، ولكن قدروا أنهم يقنعوها باش تحل، وتم إلقاء القبض عليها وإيداعها سجن لودايا. بالنسبه للمغنيات الكباريات يعني بالنسبه للناس اللي خدينا بعد الشهود هنا خدينا شنو شافوا، قال لك كتبان لنا واحد السيده كتجي بالليل مخفيه دايره بالليل دايره نظاظر وداك الشيء باش كتدخل في الصباح تخرج. هذه ما عمرنا توقعنا انها تكون هي المغني. تفاجئوا ملي بان لهم رجال الامن مخرجين واحد السيده، ورغم ذلك دايره نظاظر وحاضره راسها يعني تفاجئوا. وملي بداو يسولوا عرفوا راه هي اللي كانت هنا
هذا راه الزاكوزي، هذا زاكوزي في كندا، كندا وتلوجات، جينا نكملوا العظيمات. وانا عارفه راجلي اش كيسوى، وانتي عارفه شكون انا، وانا عارفه شكون انتي واختي، وانا بيت راجلي خوني انا يمشي كاع الى ما عندوش فين يجي يجيب عندي للدار بلا ما يمشي يوزمو البوليس ويمشي بالفساد والخيانة الزوجية. يلا ما يجي تستر هنا في الدار ونوجد لهم طبلة ولقات لهم الصينية. علاش بنصفت انا راجلي يبدا تدور ويا ويقلبوا على البارطمان حتى تجي شي زطمه يا باشا وصدق غادي ليا راجلي نولي عزه عليه الكفه. اللهم ما يجيبها حدايا وداكشي اللي بغات الشت نقسمو انا وياها. اصلا القضيه بغات تولي محزوقه هاد الايامات حيت كاين الجفاف. صراحة والله انت عبرات عليها وحق الله. هي اللي بالك على راجلك خير يخونك، راجلك يخونك، قلت يا مالكي يخونها ما يخونهاش، انت يا مالكي علاش كتدخلوا في العظام ديال بنادم بصح تيبغيو يخلقوا لبنادم المشاكل غير هكاك وصاك. ولكن تفضل الله عليه عفات علاش تقلب مع انت مالكوت. ما تدخلوش عندي وتبداو عليا انتم منافقين الفنانات، انتم اعداء النجاح، انتم كذا انتم كذا. انا ما اعداء حتى شي حاجة، سمعتوني؟ هي انني لا بغيت نهضر على دنيا باطمة ولا بغيت نقول الله الله ولا بغيت نتضامن معاها، غنتضامن زعما في ستوري او لا غنتضامن في قدام العالم. لا انا بكيت عليها بوحدي، وانا صيفطت لختها وصيفطت لها هي، فهمتوني؟ وتنهضر بغيتي نعرف دابا علاش تبكي على امك ولا اختك. ما تدخلوش عندي وتبداو عليا انتم منافقين الفنانات، انتم اعداء النجاح، انتم كذا انتم كذا. انا ما اعداء حتى شي حاجه، سمعتوني؟ هي انني لا بغيت نهضر على دنيا باطمه ولا بغيت نقول الله الله ولا بغيت نتضامن معاها، غنتضامن زعما في ستوري او لا غنتضامن في قدام العالم. لا انا بكيت عليها بوحدي، وانا صيفطت لختها وصيفطت لها هي. تبكي على امك باش تبكي عليها، فهمتوني؟ وتنهضر عليها بزاف وعزيزه عليا وتنحماق عليها. ولي فان الفري المحترمين الزوينين ديال دنيا باطمة راه تعرفوني شكون انا مزيان وكيفاش تنهضر عليها مزيان، وانا لا اتلصق في اي واحد كيما بغى يكون، سمعتوا؟ انا قلبي عليها دم وهي انسانه بحالها بحالي بحال جميع الناس، عادي انسانه غلطات راه هي تتحاسب. ايه ما بغيناش لهذيك المحاسبه، ما تنبغيوهاش للكلب ساعك الدنيا باطمة، ساعك لواحد الانسانه. انت تتخلص غادي تخرج، وغادي تخرج مره ونص، وغادي تخرج حسن من كي كانت، في حسن باخلاقها بتربيتها بكل شيء اللي ان شاء الله باذن الله، وغادي تكون مزيانه وغادي يسهل عليها الله وغادي يعاونها صد ربي حيت تستاهل كل خير وغزاله. وانا ما شفت من دنيا باطمة هي الخير. هذيك اللي دارت تستاهل العقوبه